السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في المشهد، والذي نناقش فيه ضمن هذه الحلقة واقع الإعلامي في موريتانيا بين مرحلة الأحادية والتعددية. كما نناقش أيضا دور النقابات الصحفية مع مناقشة هذا الموضوع. إبراهيم العبد الله إعلامي، أهلا وسهلا بكم. أهلا، شكرا لكم على قبول الدعوة والحضور معنا. طيب، لكي نفهم واقع الإعلام في المرحلة الحالية، يعني كيف تصف واقع الإعلام أنذاك في ما يسمى بمرحلة الأحادية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإعلام في المرحلة الأحادية، مع أنها كانت مرحلة تتسم بالثورانية في السبعينات، منتصف الستينات إلى آخره، والحزب الواحد، رغم هذا السياق الثوراني كان مقبولا. الحزب الواحد يعني كان من ضمن يعني ربما مفاهيم المرحلة. رغم ذلك، وهذه تذاع لأول مرة، حتى من كان يمدحون تلك الحقبة باتت عليهم. أنا في سنتين 72 وأنا بالليسي كنت أشتغل بالإذاعة، كانوا يدفعون لنا تعويضا، سميناه وقتها تعويضا عن الضمير، معرفتهم أننا لسنا في الحزب ونقول أمورا لا نؤمن بها، عوض لنا عنها indemnité de sujétion. وكان الأمر سيتحسن مع دخول بعض الفئات الشبابية، بعض المحاورات مع الحزب إلى آخره، واندماج الأحزاب اليسارية داخله، لولا أن جاءت الحرب وقضت على كل هذا. وكان وجهته واحدة بالحقيقة، على اعتبار أن الشعب كله منضو في حزب الشعب، وبالتالي أفكار الحزب وآراء ونظرته إلى الكون كلها مشتركة بين الجميع، بين القيادة والقمة. يعني كنا في البدايات، يعني مرحلة التعيث والتخبط يعني. لكن ما هي طموحاتكم آنذاك وأبرز التحديات التي كانت مطروحة لكم أنتم كصحفيين؟ موريتانيا كانت عمرها 12 سنة 13 سنة بالكثير، وطموحات كانت خليلة. كان يكفي الواحد أن يجد يعني عملا ويقوم بأدائه على الوجه، ومحاط بناس أيضا يعرفون العمل. أنا كان عندي برنامج اسمه موريتانيا الجديدة، هو بالحقيقة عبارة عن ترجمة لبرنامج بالفرنسي يقوم به أحد الفرنسيين اللي كانوا معنا من الخبراء، اسمه جيلبير فاليت، موريتاني نوفيل. وتعلمت منه بالطريقة هذه يعني إلى آخره. طموحي كان أن أصبح يوما رئيس تحرير، طموح طبيعي يعني، وكنت واثقا أن الأمر إن استحققته أجده أيضا. على لغاية 73 هكذا كان حلم الناس، وكان ورديا. ولما دخلنا الحرب وإلى آخره وصلنا إلى 78 وجاء العسكر، بدأت أنتم آنذاك يعني ضمن الحقل الإعلامي كنتم راضين وراضون عن ما يجري آنذاك، يعني كان يمكن تلك المرحلة، هل يمكن أن أصفها بأن الإعلام كان إعلاما ملتزما يعني محترما ملتزما على سطح اليوم عند الحزب طبعا الحاكم، ومحترما جدا يعني. ما كان لكل امرئ أن يليج أبواب الإذاعة مثلا التلفزيون به إلا بحقه، و اختبارات يعني كانت من الجدود، والدارسون قليلون الحقيقة. لما هي عصامية الموريتاني وعبقريته التي أصبح اليوم على السفي وظيفها في الشر يعني وما لا ينفع الناس. طيب، في تلك المرحلة كيف كنتم تتصورون مستقبل الإعلام؟ كنا بالحقيقة بعيدين عن العالم، ننظر في محيطنا فقط، فهو إعلام طموحات لم تكن تذهب بعيدا. تصور أن أول مدرس مثلا يعني ثانوي يأتينا واحتفلنا به كان أحمد ولد خباه، ثم تلاه محمد ولد داداه، ثم محمد بن أحمد مسكة في سنة 70 يعني 72 باقي كله أجانب، اللغة العربية من الدول العربية وفرنسية من فرنسا، ولا نافذة نطل بها على العالم يعني غير هذه الإذاعة. وكانت تعتبر يعني محطة متقدمة باتجاه صيدورة لا نعرف الحقيقة مؤداها، لكننا فيها وسعداء بالوجود فيها، ونؤمن بأن البلد
يعني يسير إلى الأمام. كان واقع يعني معنا ذاك في طريق توقوك يعني نسبي يعني واقع الإعلام الانفتاح غير إرادي فرضته الحالة المتخلفة آنذاك وأيضا حدثت الدولة إلى غير من الأمور وسائل الاتصال الموجودة الآن يعني اللي جعلت العالم يعني قرية واحدة. طيب هل كنتم يعني سؤالي هل ترون أن واقع الإعلام آنذاك يعني أحسن من واقع حاليا؟ أنا أعتبره أحسن لأنه في ظل الحزب الواحد والنظرة الأحادية قبلوا أن يوجد هناك ناس لا يؤمنون بهذا التوجه إلى آخره وأعطوهم تعويضا عنه. يكفي لا يهم التعويض يهم يعني الإيماءة وحدها تكفي أنه يؤمنون أن رغم أن السياق الدولي حتى والمرحلة التاريخية تقبل وتفرض حتى الأحادية يؤمنون أن هناك من قد لا يشاطرك نفس الرؤية حاكما كنت أم لم حاكما وصفوهم بهذا التعويض. هذا طيب. كان موجود وأنا استغرب أن المختار ده لن يضمنه مذكراتي والمتحدثون يعني بإيجاب عن تلك المرحلة أيضا لم يذكروا هذا الأمر وهو مهم جدا وحقيقي لأني عشته وأنا استفدت من هذه من هذا التعويض. طيب كيف تصف واقعه اليوم؟ واقع اليوم متردني بالنظر إلى السياق التاريخي الذي موجود فيه اللي يختلف والانفتاح على العالم والحريات اللي أصبحت يعني مفروضة لا بد منها كان يجب ومستوى أيضا الدراسة الحمد لله والخريجين في الحقل الإعلامي والحقول الأخرى المعرفية إذا قارنا بين الأمرين نجد أنه كان أكثر تطورا مما هو عليه اليوم أكثر تطورا تطورا جدا لتوفر الوسائل والمستوى المعرفي تطورا من ناحية الإنتاج والالتزام من ناحية الإنتاج ومن ناحية وليس الوسائل هؤلاء ما زلتم معشر الصحابة تفرضون على أنفسكم الرقابة والحكام أيضا أعطوا حرية التعبير والإعلام على مضض فرضت في حقبة معاوية من قبل مؤتمر لابول وفاجأتهم وعلى عجل اهتدوا لا أعرف كيف إلى طريقة لتمييعه ازدادت اليوم واستفحلت إلى درجة أنه كيف يا أخي تقبل أن يكون في بلد مثلنا 3 ملايين على الأقل فيه كم 100,000 قارئ يعني لديه 600 صحيفة وترخيص يعني بالصحف كيف يعني إلا لتمييعه وجعله وهو مبدأ يعني معروف ترد جرنو تيلي جرنو عمل نفس الشيء مع الأحزاب السياسية 60 حزبا ليس طاهرة ل3 ملايين والناخبون 800,000 يعني بالكثير يعني مهتمون بالسياسة. طيب ما دمنا كي يكون الحزب لا جدوى له والجريدة لا جدوى لها. طيب. أنا خرجت مع الحزب لأن هذه اللي تشكل الإعلام والنخبة السياسية تشكل الرأي العام. يعني. والبعض أيضا يضيف المنظمات الغير حكومية إلى غيره من الأمور لكن ما دمنا نتحدث البعض أيضا يضيف إلى هذه الظاهرة المنظمات الغير حكومية إلى غيره من الأمور لكن هنا نتحدث عن الإعلام. طيب هنا يقال التمييع فقط كعبارة لكن لا أحد يغوص في ثنايا هذا التوصيف يعني أريد أمثلة. أنا أغوص معك يا أخي هذا التمييع ليس فقط في يعني عدده الزايد عن الغرض جدا هو أن الضباط الكبار الوزراء البرلمانيون رجال الأعمال كل له جرائده غير المعلنة ومساهمون بنفس الدرجة في الجرم هذا بهذه الجريمة. كيف ذلك؟ أعطيك مالا تلمع صورتي وفي المقابل إذا امتلعت أخشنها يعني وأقول فيك ما لم يقل مالك بالخمر يعني وهذا لا علاقة له بإعلام أنت كصحفي أخي تعرف هذا أن هذا لا يمكن أن يستقيم به إعلام وإذا هناك إرادة من الدولة في عدم تغيير هذا وأنا أحملها المسؤولية مباشرة من مكانكم هذا في استديوكم هذا والهابة هذه لا دورها للتنظيم
فلتنظم لنا هذا، تنظم لنا هذا الحقل وتعيننا على نزع الأعشاب الضارة التي ترتك به وتمنع النبتات الصالحة من أن تنمو وتينع. طيب لكن يعني السلطة قالت بأن يعني من أجل تجاوز أو إصلاح واقع الصحافة واقع الحالي، أن الإصلاح يأتي من الداخل، من داخل الصحافة أنفسهم وليس من طرف الدولة. الدولة هي التي تميع هذا، هي المسؤولية الأولى. هذا لا يعني يزيل عن هؤلاء مسؤوليتهم، لكن الدولة هي المسؤولة الأولى، لأن هي المسؤولة عن تنظيمه، والهبة مشلولة لا تقوم بأي شيء. سأل أي واحد منها من رئيسها إلى البواب يقول لك احنا لا نستطيع أن نتحرك. وهكذا كل مرافق يعني الحياة يعني في هذا البلد ومركزة في يد رجل واحد، فليموت الجميع. كيف تغيرها من الداخل وأنت أدخلت فيها من يفسد فيها؟ كيف تكون الأحزاب يعني دورها الطليعي في توعية هذا الشعب الجاهل، وأنت جعلت كل مكتب تنفيذي أو مكتب سياسي لهذه الأحزاب ثلثاه يبلغونك بالقرارات قبل أن يفضل الاجتماع؟ مسؤولية الدولة ضالعة حتى الأذنين في تمييعه. لكن من ناحية أخرى يعني من حق الدولة أن تكون مطلعة على كل ما يجري، هذا حق طبيعي. إن كنت تشير إلى الدور الأمني في هذه القضايا أو الجهة المسؤولة عن الإعلام، لكن أيضا على الصحفيين، ليست المسؤولية الأولى على الصحفيين وليست على الدولة. الصحفيين هم من رضي بالقيام بمثل هذه التصرفات. صحفي أنا إذا كنت إنسانا جاهلا ولم أجد عملا وفتحت لي فرصة أن أكون صحفيا، اطلع على شاشات، اطلع على العالم من الشاشة وعندي جريدة ويقال لي فلان صحفي، أنا الذي سأقول لها ناس أنا في سياق مجتمعي الذي تعرفه، أقول لها ناس أنا لا أستحق هذا ولا أستطيع أن أعمل هذا حتى لا أضيع يعني عليكم قطاعكم. لا، على الدولة وهيئة التنظيم هذه أن تفعل حسب النصوص الأولى التي مسخوها ونسخوها، أن تحدد المعايير التي يعتبر على أساسها فلان صحفي وفلان غير صحفي. لن تنقي، لن نقي ذاته لأنه تغلب فيه سيء، تغلب فيه سيء بحيث يظل الخيرون فقط مجرد صدى نعيق من بعيد، لا يجد أذن تصغي إليه. وهذه الحالة التي جعلتني شخصيا أنبري، أتصدى لمهمتي يعني ترشحي لتغيير هذه النقابة، على الأقل النقابة تكون منقات وسيتبعها الباقي. يعني كنا سألتي على دور النقابات، لكن 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 قبل ذلك يعني هذه النقطة ما زلت مصر على نبحث فيها أكثر أو نثيرها أكثر. يعني البعض يرى أن المسؤولية على الإعلاميين أو على الجسم الإعلامي، على الصحفيين أنفسهم، على حتى ما يمكن أن يسمى خارج موريتانيا بشيوخ الصحافة أو قادة الصحافة أو الصحافة القدماء أو إلى غيره من الأمور. يعني المسؤولية مسؤوليتهم هم، المسؤولية مسؤولية كل الأجيال الصحفية وليست مسؤولية الدولة. يعني الدولة لها الحق في أن تقوم، وهذا أيضا مسألة تراكمية، على الأقل هناك مستوى فتاح ولهم الحق أن يتصدوا لها ويرفضوا، لكن من هم هؤلاء؟ أغلبيتهم قلت لك فاسدة، أغلبيتهم مستفيدة من وضعية التمييع هذه، وليست هي التي يمكن أن يعول عليها في حتى توفر إرادة التغيير هذه، لأنه لصالحها وهي التي تقف في وجه كل من يحاول إصلاحها. وأقول لك النقابة لن تأتي بشيء كبير سوى أنها لن تقبل في صفوفها إلا منهم صحفيون مجدون حقيقيون. طيب. لكن المشكلة في قاعات التحرير، في الجرائد، في هذه القنوات الغير المنضبطة، في المواقع الإلكترونية، وهذه مسؤولية من ياخ؟ مسؤولية الدولة. ها؟ النقابة أولى أولوياتها إن توليت أنا فهي محاولة تنقية القطاع كله. طيب سنتي على ذلك، سنتي على وضع الدولة أمام مسؤولياتها. طيب سنتي على ذلك في محورنا الثاني لمساعدتنا على يعني محوي يعني جرائمها. سنتي على ذلك، لكن اسمح لي أن أذهب إلى فاصل ثم أعود إليكم. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، تكرموا بالبقاء معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة المشهد لهذا المساء، والتي نناقش فيها واقع الإعلامي في موريتانيا ودور النقابات الصحفية. معالي مناقشة هذا الموضوع إبراهيم والعبد الله إعلامي، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. يعني في محورنا الثاني يعني حول دور النقابات الصحفية، يعني هل أسهمت أو أسهم تعدد الهيئات والنقابات إلى غيرها الصحفية في تميع الحقل أم العكس؟ الحالة التي تجد فيها النقابات الآن انعكاس لحالة الصحافة بشكل عام وصحفيين بشكل خاص. تعددها للتكالب على قصعة يريدون أن يتقاسموا ما فيها، وأنا ضمن برنامجي أن تكون هذه المعونة التي تقدمها الدولة تحت يد النقابة المنقات التي لن يستفيد منها لما تكون يعني هي المتحكمة فيها إلا من هم صحفيون بصح. أوكي. ثانيا طيب، لكن البعض يرى أن وجود هو استمرار هو الوجه المادي والوجه المادي للتميع المعنوي طيب الموجود. لكن وجود كل هذه الهيئات والروابط لكي لا تكون هناك نقابة، البعض يرى أنه ربما هي صحوة ضمير من أجل إصلاح الحقل الصحفي، يعني ربما هي الدوافع كلها يعني والشعارات حتى المعلنة هو إصلاح الحقل الصحفي. طبعا، لأنه لا يمكن أن يربى أحد شعارا انتخبوني لكي أفسد الحقل الإعلامي يعني لإصلاحه، لكن من المصلح؟ أغلب هؤلاء ثمرة هذا التميع الذي قامت به الدولة أصلا. هؤلاء الذين يتنطعون لهذه المهمة الجزيمة التي والله ما خلقوا لها أصلا، وليست يعني في أدنى يعني اهتماماتهم إلا ليستمر هذا التميع فقط على الصحفيين، وهم كله صحفيين جيدون الحقيقيون يعني الذين يستحقون اللقب، ويجعلنا لا يعني نخجل من أن ننسب إلى هذا القطاع باستطاعتهم أن يوحدوا جهودهم لبناء نقابة واحدة موحدة تراعي الحقل وتدافع عن حقوقهم وأيضا تفرضهم على أداء واجبهم الحقيقي. أي هيئة إعلامية اليوم ترى فيها اهتماما بقضايا الشعب الحقيقية؟ كله على السياسيين وعلى هاي لعبة البرلمان وعلى الاستفتاء إلى آخره، الذي قضية بليل يعني وانتهى أمره وتغطيته حتى لا تفيد، لأنه لن يكون إلا ما سيكون وهو الآن موجود وجاهز. منهم يهتم بالبيئة مثلا؟ أنا عدت من جولة في اللواحات في الشمال يعني وصدمت على صفحة الفيسبوك، يعني حاولت أن أخلق قناة يعني مصغرة عن النخيل الذي يموت عطشا والناس الذين يموتون جوعا، وهذا خطير جدا. وفق مبدأ آخر عند العظيمة الغير سليمة، جوع كلبك اتبعك، لكن لا يعرف أن كلبك إذا جوعته قد يعضك. لكن أسمح لي يعني في مستهل حديثك تحدثت عن الآن يعني أردت على هذا السؤال، أشرت إلى أن الاهتمام الأكثر هو بالأمور السياسية، يعني أفهم من هذا أن هذا يعني مصطنع هو تميع، يعني هذه المؤسسات أو الإعلاميين مدفوعين من أجل تناول هذه القضايا؟ مدفوعين، هذه أمور جاهزة عند من يقفون خلفهم جاهزة. لو اهتم مثلا بالبيئة لابد من تخصص، لو اهتم بأي اقتصاد لابد من تخصص، وهو رجل وخذ من الشارع وقيل له أنت صحفي وخلاص، ويجد من يموله من الخلف ليهجم على هذا، يتهجم على هذا، يلمع صورة هذا وفق ما يريد مصدر رزقه، وهذا خطير. ما ندعو إليه الآن هو أن تقلت المسؤولية على الصحفيين لن يغير ما بهم إلا إذا غيرهم ما بأنفسهم. كويس، على هؤلاء وأنا أدعوهم من الآن وفعلت في السابق وسواصل أن يتميزوا عن هؤلاء، يخرجوا من سرب هؤلاء، يشردوا عنه ويقفوا يطالبون باحترام مهنتهم وأنهم لا يقبلون الدخلاء فيها، وأن هذا الحق يجب أن تقتلع منه وتشتف الأعشاب الضارة التي أتت على الأخضر واليابس فيه حتى يكون. طيب الآن عرفت، طيب هو لابد أن هناك أقلية صحيح، لكن بلتقف وتتكاتف، لكن دعيت إلى يعني نقابة واحدة موحدة على أولئك، ولذا
عددوا النقابات حتى يعني هذا ما كنت سأتي عليه. يعني أنت دعيت لوجود نقابة واحدة موحدة تشمل جميع الصحفيين ممن يعني يتواجد فيهم من هو الصحفي، أو التعريف الذي ستطرحونه لاحقا هو مطروح لاحقا وليس وهو معطل يعني حسب ما فهمت. غافل عن الأمر، لكن وأنني أنتظر المؤتمر العام حتى يفعلوا بما يشاءون ويربحون بالأصوات أصوات هؤلاء. لكن اسمح لي يعني من هو سؤالي، هناك تحديات جمة سأقاضيهم هناك بعد أسبوع أو أسبوعين لرفضهم فتح الملف يعني للوائح حتى الآن لتغربلتها وتنقيتها ممن دسوا فيها اندساسا لا صلة لهم بالإعلام إلا لكي يشكلوا قاعدة انتخابية. طيب لكن سؤالي أنتم دعيتم لي يعني نقابة واحدة موحدة حسب تصريح لكم طبعا، وهناك عدة روابط وهيئات إلى غيره يعني هي تحمل نفس الشعارات وهدافها لإصلاح إلى غيره من الأمور، ولديها تحديات جمة يعني وجود هذه الرابطات إلى جانب نقابة ألم يساهم في الإصلاح؟ حرية التعبير حرية التنظيم إلى آخره هما حولوها إلى حرية التمييع، وهي منفذ دخل منه من يريد العبث بهذا الحقل، لأنه هذا الحقل خطير ومهم والأنظمة لا يفوتها ذلك، وتعرفوا أن الإصلاح يبدأ من هنا، وأنا سميتها المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. الإعلام الصحيح الإعلام غير البرتشي سيخاف منه السياسي والاقتصادي ورجل الأعمال والقضاء، لأن هناك ركيب لا يخاف إلا الله ويحترم مهنته، والإصلاح يبدأ من هذا، وتشكيل الرأي العام يكون على أسس صحيحة، والإعلام يكون إعلام الناس بما بأمورهم الحقيقية. السياسة أوكي، لكن من منبارهم هم بموضوعية صحفية الذي ينقل الناس الخبر وإذا حلل يحلل بموضوعية ويكلموا عن همومهم. هذا العطش يا أخي المتبشي من بير مكرين إلى النعمة. لكن ألا ترى أن مطلب طيب ماذا تشير إلى الدولة؟ ماذا تشير إلى الدولة هي من يسعى يعني الوجود إلى هنا؟ لا عذرني سيد الكريم على المقاطعة، عذرني على المقاطعة. ماذا تشير إلى أن يعني الدولة هي من تسعى لإنشاء هذه الروابط ودعمها وإبقائها من أجل تميع الحقل؟ طيب كيف بإمكانكم أنتم يعني أن يعني أو تقبل هذه الروابط حسب التوصيف التي أشرت إليها، تقبل هذه الروابط بالاندماج في نقابة واحدة؟ اندماج احنا قلت صحفيون جديدون سيفرزون عبر فتح هذه اللوائح في النقابة الرئيسية سيفرزون، وإذا كانت في روابط أخرى أو تنظيمات لا تنطبق عليها الشروط يعني التي تجعلها مقبولة كصحافة مستقلة حرة غير تابعة خلاص لا نتعامل معها، والدولة هي التي في مكنتها أن تمنع أو ترخص. طيب ما دام الدولة تميع وإلى غيره وهي هذه مساعيها، كيف بإمكانكم أن تفرضوا يعني رؤيتكم الإصلاحية؟ بالمطالبة السلمية وفتح ممارسات الدولة تجاه الصحافة ومنعها من أن تكون كما يجب أن تكون، وسيؤتي أكله ما إذا أدى إلى أمور أخرى فليؤدي إليها، لكن يقفوا. نريد أن تحترم مهنتنا، نريد أن لا تتدخل الدولة فيها يعني زيادة الوسخ الذي تتخبط فيه، ولا بد أن البعض يرى أن الدولة أو الأجهزة البرلمانيين طيب بصيغة أخرى يمثلون الشعب، هل تريدون إعلاما لهذا الشعب الذي تمثلونه هنا من هذا النوع؟ الرأي العام الجهات الدولية نعم، والنتهم بالتجسس للعالم احنا يعني يغلق عليك تضرب هنا تها ولا تصرخ ولا تستنجد باحد يا اخي يمكن ينقذك. سنفعل. طيب لكن عندنا علاقات بالمنظمات الاعلاميين العالميين وهذا النوع والله لا يسكت عليه. لكن البعض لكن اسمح لي لكن البعض لا يرى فلتخرج لنا طيب معايير في هذه النقطة تتعاون معنا على وضع معايير وسترى إن لم يتنظم. لكن البعض يرى أن الدولة ليست هي عذرا سيد على المقاطعة، لكن البعض يرى أن الدولة ليست هي من سعى للمؤسسات الإعلامية من أجل تمييعها أو للصحفيين هنا أتحدث، لكن الصحفيون هم من يسعون إلى الدولة نظرا لظروفهم التي يعانونها يعني تعرف مستوى الرواتب وإلى غيره من الامتيازات الممنوحة لهم في المؤسسات الإعلامية. لماذا يتسلطون على الطب يعني يفتحوا عيادات
اخي ايضا بشمرجيه، لماذا لا يتسلطون يا اخي على الجيش وياخذوا رتب يعني غير ان يخدموا في العلم؟ لماذا الاعلام بالذات يا اخي والاعلام واخطر من كل هذه المرافق اللي ذكرت لك، هذا له دور اساسي في كل ما يجري وما سيجري في المستقبل، ان صلح صلح ذلك وان فسد كما هو الحال الان سنظل نتخبط في الفساد. طيب كيف يمكن تنظيف هذه الفوضى الحاصله؟ انا اطالب الهبه والجهه المسؤوله عن الاعلام التي قضوا عليها الان حتى لا نعرف هل هي وزاره الثقافه او وزاره الرئاسه او الى اخره، تتعاون معنا لوضع معايير لهذه المهنه، من يحق له الانتماء اليها من لا يحق، ككل مهنه اخرى يعني. وسترى النتيجه للعجب، لكن لن يفعلوا. لا بات تتمترس وراء نصوص هي التي صنعتها كبلت بها نفسها لا تسمح لي بتدخل الى اخره، والجهه الرسميه كوزاره قضي عليها وترك هذا الجيش الهائل ارتال من المفسدين. طيب ما مستقبل الاعلام يعني في ظل هذه الوضعيه عبثا وفسادا؟ طيب يعني في ظل هذه الوضعيه يعني ما مستقبل الاعلام هذه الوضعيه التي لا يتصور الكثيرون امكانيه وجود حلول ناجعه لها؟ الجيدون عليهم ان يفرضوا وجودهم كإعلام جيد ويفرز عنهم هذه الأوضار الأخرى، وهذا أمر متاح إن توفرت النية والإرادة وهي متوفرة. اسمح لي كثيرين أجدهم يعني في حملة. اسمح لي بسؤال، أنتم يعني لا بقي قليل الوقت، أنتم كمرشح للنقابة هل يمكن إصلاح الصحافة من خلال النقابة، نقابة الصحفية البريطانية؟ سؤال جيد جدا. يعني هي النقابة يعني عملها نقابي بحت يعني المطالبة بحقوق لهؤلاء إلى آخره إلى آخره، وفي الوضعية الحالية سيستفيد منها الفاسدون والبشمركيون، لكن أيضا لها رأي لدى السلطات مع السلطات لتنظيم الحقل ولتطهيره إن تجاوبت مع السلطات وتتسع دائرة يعني نشاطها واهتمامها وحركها إذا توفر هذا التجاوب، وإن لم يتوفر الباقي يعني بالأحرى لن يتوفر أن تتجاوب معهم يعني في تلبية مطالبهم. إذن كل يتوقف على هذا التعاون مع السلطات لتنقية هذا القطاع بعد توفر النية وإنشاء نقابة واحدة موحدة ينتمي إليها جميع الصحفيين مثل ما يوجد في تونس وبعض البلدان الأخرى على سبيل المثال، أو ثلاث، لكن على أسس واضحة. على أسس واضحة اليوم يا أخي كل خمسة أو ستة يعني ممكن أن يشكل نقابة، كما أن كل واحد يعني يصحو يعني ويشكل جريدة يعمل جريدة أو موقع إلى آخره، هذا يجب أن يتوقف أو يفتحوا الباب يعني للسيبة، هو هذا استمرار للسيبة اللي عشناه يعني أيام الاستعمار قبله فقط في إطار دولة وإطار شعب. هذه العقلية السيبية يعني لما ننزعها منها قد نتطور يعني مثل بقية شعوب العالم، وإن بقيت فافتحوها حتى نحضر فيها كاملين تكسير. إذن وصلنا في التعليم، وصلنا في إلى نهاية الوقت. إبراهيم العبد الله إعلامي، شكرا جزيلا لكم، كنت ضيفي في هذه الحلقة من برنامج المشهد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، إلى ألتقي بكم في حلقة أخرى، تقبلوا أطيب المنى، السلام عليكم.